لي صباحكم. اهلا وسهلا بكم. اهلا 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 وسهلا فيك دكتور، وصباحك سوري دائما. وصباحنا جولاني. اكيد جولاني جميل. أكيد. وجولان كما تعلمون يعني هي الروح وهي نبض القلب. صحيح. بالنسبه لسوريا. تمام دكتور، بدايه خلينا نقلب اوراق الذاكره والتاريخ مع بعض ونروح على جولان، هي الذاكره والحضاره مع بعض. يعني قبل ما نروح على جولان خلينا نروح على سوريا. سوريا هي وحده حضاريه متجانسه، كل جزء منها يكمل الاخر، ومن خلال العمل الاثري الذي قمنا به كنا من قبل نقول انه هذا الانسان استقر على احواض الانهار الكبرى وقرب الينابيع والمغابر والدنيا، وكان السرير الاعلى للنهر الكبير الشمالي في محافظه اللاذقيه، عمره مليون سنه حضاره. منذ عده سنوات طلع معنا نتيجه العمل الاثري الممنهج في حوضة الكوم في منتصف الطريق يعني بين تدمر والرقة، آثار عملها 1,800,000 سنة و800,000 سنة، وبالتالي يعني هذه الآثار بكل ما فيها من تجدد، وكانت هي أقدم آثار للإنسان خارج قارة أفريقيا. نعم. حيث أن الإنسان اتجه عبر الأخدود العربي الأفريقي من القرن الأفريقي من إريتريا والصومال إلى حوض الأردن، ثم استقر في أحواض العاصي ونهر الكبير الشمالي والفرات وشكل الحضارة. من هذه الحضارة قامت البنى وقامت التطورات المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ الموغلة في القدم وحتى يومنا الراهن. في الجولان طلع معنا نتيجة الاكتشافات الأثرية الأجنبية وليست السورية، وعلى أنه نحن بعد 67 ما أتيحت لنا القيام بأي عمل أثري، وإسرائيل كما تعلمون قامت بعملية يعني تجريف وتخريب للآثار للطبقات الأثرية حتى تصل إلى ما تريده، إلى ما تريده من أنه إثبات حقائق مرويات التوراة على أرض الواقع، وهذا ما يطلق عليه باسم المدرسة التوراتية. والمدرسة التوراتية في علم الآثار بدأت منذ القرن 19 واستمرت ولم تثبت أي شيء له علاقة بمرويات التوراة وبمرويات الأساطير المختلفة التي استندت إليها يعني العهد القديم والعهد الجديد وغيرها. هذه الرواية يعني هذه رواية. دائما وطلع معنا في الجولان حضارة منذ 250,000 سنة وهي تتشابه كثيرا وكأنه طبق الأصل، بسموها الحضارة الآشولية، تتشابه مع حوض العاصي ومع النهر الكبير الشمالي ومع كثير من المواقع الأثرية داخل سوريا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوحدة الحضارية والثقافية والفكرية، بدأ من البيفاس وهي القطعة الصوانية التي كان الإنسان يستعد فيها لمجابهة الحياة بشتى أنواعها، وتطورت هذه المعارف والعلوم معا جنبا إلى جنب منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا الراهن. الجولان بكل ما فيها من ألق تثبت أنها كعربية سورية بلا لا يقبل الجدل. نعم. أو الشك. حاولت حتى موشي ديان بال67 نقب عن الأثار، وكان الجيش الإسرائيلي يساعده، واكتشفوا أشياء كثيرة ودمروا كل ما له علاقة بالحضارة العربية الإسلامية وبالحضارة السورية منذ 2500 قبل الميلاد، دمروها حتى لا يتركوا أثر يدل على حضارة هذه المنطقة. نعم. نقلوا علي القطع يعني هي الأهمية الجغرافية اللي حضرتك عم تتحدث عنها كانت إلى حالة كبيرة، شكلت إلهام أدبي للعديد من الكتاب في سوريا وأبناء الجولان. خلينا نتحدث عن هذه الحالة. يعني الإلهام أنا برأيي دائما بيقصر عن الواقع، على أنه الجولان صار لها 52 سنة محتلة من قبل إسرائيل. مع ذلك فيني أقول لك أنا الأدب لم يكن مواكبا بشكل جيد لأنه يحتاج إلى زمن. بتذكر في السبعينات أو في الثمانينات تشكلت لجنة لإنتاج فيلم روائي ضخم عن الجولان وعن حرب تشرين، واختلفت الآراء. يعني دائما تعرفي الكتاب بيختلفوا مع بعضهم،
لكن حقيقة الجولان بكل ما فيها من ألق ومن تجدد ومن حيوية ومن إشراق هذا الإنسان الحي. يعني على فكرة من 2500 سنة دائما كانت الجولان قبل الميلاد طبعا تتعرض إلى هجمات مطموع فيها، في طمع بهذه المنطقة الغنية بالينابيع بالمعادن بالآثار بالقلاع بالمياه الكبريتية بالواحات المختلفة، هي يعني معين لا ينضب من الحياة. صحيح مساحتها هي 1% من مساحة سوريا، لكن وفيها ثلثين مساحة الجولان طبعا محتلة من قبل إسرائيل، لكن الإنسان بقي حتى وقتنا الراهن يناضل ويقاوم في مجدل الشمس وفي عينفيت وفي زعورة وفي غيرها من المواقع المختلفة، يندد ويقاوم ويرفض استلام الهوية الإسرائيلية وحافظ على هويته. هذا الإنسان طبعا حتى يقدر الأديب أو الكاتب يعبر عن هذا الواقع الشموخي الرائع يحتاج إلى زمن. في هناك يعني الدكتور النجاح العطار مع الراحل الكبير حناميني من يذكر تلك الأيام نهار تشرين في صخرة الجولان، لا بعتقد لعلي عقل عرسان، في مجموعة من الأعمال يعني التي استمدت من الجولان يعني شيء له علاقة بالصمود وشيء له علاقة لكن لم تقترب من التاريخ. أحداث التاريخ قدمت لنا أن هذه المنطقة كانت منذ يعني 2500 قبل الميلاد يعني استقبلت حجرة العموريين، شكلوا مدن وممالك وقرى وبلدات، وبعد ذلك جاءت يعني الحضارة الآرامية ثم الحضارة الغساسنة، اجوا من اليمن واستقروا في مناطق مختلفة من الجولان. والجولان كما تعلمين يعني يشكل بالنسبة لنا هو طريق للشمال وللجنوب، وله علاقة أيضا بطريق الحج وله علاقة بالكثير من يعني كانت بشكل أو بآخر كانت تابعة لمملكة دمشق الآرامية، وكان فيها يعني حياة متجددة. حتى اسم الجولان يعني مستمد من الكلمة الآرامية من الحركة الحراك الدائري، وله علاقة بالشمس وبإله القمر، وهذا يدل على شيء، فإنه يدل على عادات وتقاليد متجذرة في عمق التاريخ ولها علاقة بالموروث الثقافي الموجود في أوغاريت وفي إبلة وفي ماري وفي مسكنة وغيرها من المواقع الأثرية. هذه الوحدة الحضارية لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض مهما حاولت إسرائيل أو مهما حاول ترامب أو غير ترامب أن يقول أن الجولان هي يعني غير سورية، ولذلك العالم كله وقف ضد هذه الإجراءات وضد هذه التصرفات الولدانية خلينا نقول الغبية. يعني ما يمكن إنسان واعي كل حقائق التاريخ، اتفاقية لاهاي واتفاقية حتى لما حاولت عام 1981 ضم الجولان كان هناك رفض عالمي كبير جدا من خلال مجلس الأمن، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال حقوق الإنسان. وبالتالي الجولان عربية بكل ما تعنى ما تعني الكلمة، وسورية حميمية بعاداتها بتقاليدها بموروثها الثقافي وبأثارها. إسرائيل لما دخلت لما ما وجدت شيء له علاقة بالتوراة دمرت كل المواقع، دمرت ويقال أكثر من 200 موقع أثري، تقريبا 209 مواقع يعني أثرية. 209 200 ما أنا مقلف يمكن يكون أكثر بعد. صار نحن يعني خارج ما لنا عم ننقب يعني صحيح. أنا أثاري عم أتابع من خلال التقارير ومن خلال المكتشفات المختلفة. حاولوا أنا كان لي شرف في اجتماع لجنة التراث العالمي حاولوا يسجلوا تل القاضي، تل القاضي من التلال المهمة جدا وينسبوه يعني بشكل أو بآخر للتوراة مرويات التوراة، فوقفنا ضدهم. هو تل دان وهو يعود إلى 2000 سنة قبل الميلاد، ما له علاقة لا بالتوراة ولا بمرويات التوراة، وتعلموا يعني كلها تخرصات. دائما الإعلام بشكل أو بآخر بيلعب دور. يعني أذكر لك حدث في عام يعني 1974 عندما اكتشفنا الرقم المسمارية في مدينة إبلة تل مرديخ جنوب مدينة حلب 60 كيلومتر، إجا جوفاني باتيناتو
قال اكتشفنا مدن السهل الخمس موجودة في إبلة. مدن السهل الخمس يعني إيبيروم وكذا الموجودة في المذكورة في التوراة ومذكورة في الرقم المسماري 1860 على تيميم تل مرديخ. يعني شكلنا لجنة من 10 علماء في علم الآثار، واجتمعت هذه اللجنة، طلع محتويات هذا الرقيم المسماري يتحدث عن سبيكة معدنية ليست لها علاقة لا بالتوراة ولا بمرويات التوراة، وفي ألف سنة أكثر من ألف سنة بين التوراة وبين اكتشافات إبلة. وإجا فريدمان في عنده مجلة اسمها دراسات توراتية، نشر هذه المعلومات وعمل ضجة أنه اكتشفنا مدن السهل الخمس موجودة في مدينة إبلة. بس بعد ما شكلت هذه اللجنة وطلعت الحقائق، مهم أني عملوا زوبعة، وهلأ قرار ترامب هو عبارة عن زوبعة في فنجان، ليس له لا مدلول لا مادي ولا تاريخي ولا أثري ولا أي شيء. وذلك حتى أوروبا وقفت ضد هذا المشروع، كل دول العالم استنكرت هذا الموضوع، وباعتقادي لا يضيع حق وراء مطالب. أكيد دكتور، مثل ما بنقول نحن أصحاب حق أكيد، والتاريخ بيشهد. رغم محاولات الكيان الصهيوني يمكن سرقة الآثار الموجودة، يمكن سرقة التاريخ وخصوصا من الجولان، إلا أنه الحقيقة مثل ما قلنا هي ساطعة، وللفن وللأدب كان خلال السنوات الماضية ولهلأ دور كبير يمكن باستنهاض هي الحالة اليوم بالتمسك بالأرض وبجذورنا. خلينا نحكي اليوم عن دور اليوم الأدباء والفنانين سواء بالأعوام اللي مضت وبهذا الوقت. أنا خليني أقوم معك صريح، دائما الأدب يحتاج إلى وقت أطول من الحدث حتى يستوعب الحدث بكل أبعاده وبكل مروياته وبكل أحداثه. والأدب بكل صراحة لم يواكب هذا الحدث كما هو مرجو. في هناك محاولات في بعض يعني الأفلام الوثائقية، في بعض الأفلام يعني البسيطة، لكنها لم حدث أكبر بكثير. الجولان شغلة مهمة جدا، وهي يعني إسرائيل عم تخطط منذ زمن بعيد لما حدث. أذكر في عام 1918 بن غوريون هو المؤسسين، يعني قبل ما تتشكل سوريا بوضعها الحالي، له مخطط وله دراسة متطاولة شو هي مملكة يهودا ومملكة إسرائيل كان يسميها، أو محدد في النقب وفي كذا وفي كذا، وله علاقة من النيل إلى الفرات، محددين عارفين شو عم يشتغلوا. نحن بينقصنا التخطيط وبينقصنا إنه نفكر على مدى طويل. ما حدث جابوا برنارد ليفي وخطط لما يحدث من الفوضى الخلاقة، القوة الناعمة، الاضطرابات المختلفة في العالم. وجدت أمريكا أنها لا يمكن أن تدفع جنودها كما حدث في أفغانستان وفي العراق، فخلت الناس تشتغل ببعضها وتشجعوا، ويعني كما حدث في سوريا وفي ليبيا وحدث في اليمن وحدث في مناطق مختلفة من العالم. إذن الأدب في هناك قصائد كثيرة، في هناك دواوين شعر قيلت في الجولان، وهي جيدة وتعبر عن حس واعي وجماهيري، لكن هذا يعني يحتاج إلى دراسات مختلفة وإلى تخطيط ممنهج وإلى رؤى حتى نواجه هذا العدو الصهيوني الذي يمتلك كل وسائل الإعلام، وهو دائما يوجه عندما يخبو الاهتمام بحرك مواضيع مختلفة، ولذلك سموها تسميات مختلفة وسخروا كبار العلماء من هنتكتون وفوكوياما وبرنارد ليفي وسخروهم وخططوهم للمستقبل. الثقافة دائما تستشرف آفاق المستقبل، والمثقف في بلدنا يجب أن يأخذ دوره الكامل حتى يستطيع أو نستطيع جميعا أن نواكب. دائما هو يعطي الأمل ويعطي أيضا الحقية والإشراق
لبناء الوطن وللحفاظ عليه والحفاظ على مكوناته. يعني أنا شخصيا الجولان قد تكون حاليا يحركوها بالوقت هذا كزوبعة في فنجان، وترامب بيعرف أنه يعني قراره أو توقيعه عبارة عن لا شيء، لن يكون له أي أثر، عمل ضجة وعمل زوبعة كما قلنا في فنجان. ولكن هناك قد يكون الحدث هون والتوجه إلى مكان آخر، في أن مناطق يعني ساخنة في يعني شرقي سوريا وفي إدلب وغيرها من المواقع، وبالتالي يجب أن يعني نقرر ونتخذ الإجراءات البعيدة المدى حتى نحافظ على أرضنا وعلى هويتنا وعلى تراثنا وعلى حضارتنا من كل الهجمات التي تحيق بنا من مناطق مختلفة. صحيح أن الهجمة الغاضبة التي كانت يعني مئات الآلاف يعني من ساهموا فيها بشكل أو بآخر، لكن هذه تحتاج منا أيضا إلى وقفة، نعيد ترتيب الأوراق بما يتطلب مع المرحلة الراهنة. يعني مثل ما حكيت دكتور، يمكن أكثر ما كتب عن الجولان هو في الشعر، دائما كانت الشعر هي لغة قوية دافع بها الأدباء والشعراء السوريين عن قضية الجولان السوري المحتل. ولكن اليوم أيضا هناك الموروث الشعبي، يعني دائما هناك عادات وتقاليد في الجولان السوري المحتل متواجدة، وهي الربط بين الأهالي. دائما نستحضر في كل عام هذا المشهد بين أهلنا في الجولان من الجهتين من الطرفين، وحالة هي الحالة حالة الطلاقي رغم كل الأسلاك والسياج التي يحاول أن يبعد فيها المحتل أهالي الجولان عن بعضهم، ولكنها تفشل ويبقى الصوت السوري هو أقوى. هي الحالة تجلت بالأغاني الجزلية، بالأغاني الموروث الثقافي اللي عم نشهده ونشوفه بكل عام. أيضا هذه الحالة إن دلت على شيء فإنما بتدل على عظمة الإنسان السوري، وعلى قوة تمسكه بالجذور وبالعادات والتقاليد والموروث الثقافي. قبل ما أنسى، يعني المديرية العامة للآثار والمتاحف عقدت سنة 2007 و2008 مؤتمر عن الآثار في الجولان وعن حضارة الجولان، وطبعا قد تكون يعني المساهمة ليست على المستوى ولكنها تركت أثر. وعندما نستعرض ما قيل في هذا الملتقى وهذا المؤتمر يمكن أن نأخذ فكرة عن العادات والتقاليد والموروث الثقافي الموجود في الجولان. الجولان غنية بهزيجها وبأغانيها الفلكلورية المرتبطة بالوطن والمترسخة في الأعياد وفي الأعراس وفي المآتم وفي أيضا يعني الاحتفال يعني بقدوم الربيع والأعياد المختلفة. وبالمناسبة نحن نقترب من أعياد الربيع ونقترب من طقس فلكلوري متجذر يعود في تاريخه إلى 1000 قبل الميلاد. هذا الإنسان السوري حافظ على هذا الموروث وما زال يقدمه بطريقة أو بأخرى. بذكر لك أهل تدمر بيحتفلوا بستة نيسان باليوم الطيب، يبدأ الاستعداد باثنين نيسان، بيطلعوا كل الأهالي إلى المرتفعات إلى قلعة معن، طبعا اسمها كان غير هلأ، وبيستقبلوا الربيع بأزياءهم وفلكلورهم وطقوسهم وأطعمتهم وعاداتهم. أهل اللاذقية كانوا كمان يطلعوا على صنوبر جبلة ويطلعوا على الجبال المرتفعة الشامخة ليستقبلوا الإله بعل. صحيح دكتور، يعني الحديث يطول دائما يطول، بس بدي أوصل إلى نفس فضل. هذه العادات بطريقة أو بأخرى ما زال أهل الجولان يحافظون عليها ويقدمونها بلبوس حضاري. حافظوا على أزياءهم وعلى فلكلورهم وعلى عادات يعني متجذرة، كيف بتتم الخطبة
كيف بتتم، وكله هذا له علاقة بالموروث السوري المتنوع الغني، لأن سوريا كما تعلمين هي ملتقى الحضارات والشعوب، وكانت تجمع هذا الفلكلور وتقوم بتوثيقه ثم تصدره إلى العالم بلبوس حضاري وتضيف إليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حيوية الشعب السوري وعلى تمسكه بهذا الموروث. صحيح دكتور، يعني مثل ما قلنا الحديث يطول اليوم عن التاريخ السوري وعلى غنى. بدنا نتشكرك الباحث والمؤرخ السوري الدكتور علي القيم وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، والجولان دائما صامد بأهله وبحضارته وبتاريخه، والجولان سوري بكل تأكيد. أكيد، شكرا لك دكتور علي القيم، والجولان سوري شاء من شاء وأبا من أبا. شكرا لك.